لضيفنا الكريم جينو رئيس الجمعية المتوسطية للبرلمانات. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في سنة 2014 بتجريم تنظيمات الإخوان المسلمين ومظلاتها تقريبا 84 أو 85 منظمة. معها مصر جرمت تنظيم الإخوان المسلمين. تابعتها المملكة العربية السعودية لتجريم أكثر من 20 منظمة، وبعدها أكثر من 30 شخصية لها دور في تأطير والتنظير للفكر الإرهابي. قبل ذلك قامت روسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة بتجريم حزب التحرير الإرهابي وغير ذلك من المنظمات الإرهابية. أن العالم الإسلامي أو ما يسمى بالعالم الثالث أو ما يسمى بالضفة الأخرى من البحر المتوسط هي تعيش تحت نيران التطرف والإرهاب، وهي تقوم بعملية فمصر مثلا تحارب بالوكالة ليس عن العالم العربي والعالم الإسلامي وإنما عن العالم الغربي بالوكالة تحارب الإرهاب، لأن هذا الإرهاب متعدد. هذا الإرهاب ضرب باريس وضرب إيطاليا روما وضرب بروكسل وضرب لندن وضرب كل هذه العواصم، فهي تحارب بالوكالة عن الغرب. إذن أينكم أنتم الآن بتجريم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين؟ النمسا قامت بخطوة، ألمانيا لا زالت تتدارس، الدول الأخرى بتقول لك لا هذه حرية الرأي والتعبير. يعني شو هذه حقوق الإنسان؟ هذه شو لونها؟ شو هذه المعايير الازدواجية هذه المزدوجة؟ يعني كيف يمكن نعطي دروسا للشرق ونحن نأوي في الغرب رموز الإرهاب الذين يهددون أمن المجتمعات، ليس أمن المجتمعات العربية والإسلامية وإنما ينعكس ذلك على أمن المجتمعات الغربية. شكرا دكتور البشاري، واضح انك انت دارس الموقف كويس قوي السياسي ودور مصر في مقاومه الارهاب، وده دور طويل قوي قوي يعني الحقيقه. لو حبينا نتكلم عنه هتشوف بطولات القوات المسلحه والشعب المصري نفسه قدر يقاوم الارهاب ازاي. احنا قاومنا الارهاب بالسلاح وبالفكر، هنا الحقيقه بقى، لانه كان عندنا شباب عاوز يعرف الحقيقه، شباب عندنا شباب ناضج وواعي وعاوز يعرف ايه القصة فيها، فين ايه اللي بيحصل. وفي مطلع في سنة 2011 اللي حصل خطفوا الشباب بالتكنولوجيا وبمعلومات مضللة واشاعات وكل ما تتخيله، والشباب راح في الحتة دي عاوز يعرف الحقيقة فين. هنا بقى بعد 30/6 صلحت الامور، وقفت المواطنة الحقيقية، لانه ادركوا ان احنا في محنة وان احنا امام خداع عالمي كبير. الخداع العالمي الكبير ده ساعتها ما كانش، كان من دول وكان من أجهزة وكان بتقوده ناس مسخرة لهذا العمل في الداخل عشان يفتت الأمة، وزي ما حصل في تونس وزي ما حصل في سوريا والعراق والنهاردة بيحصل في لبنان، كان عاوزين يعملوا في مصر. لكن الحقيقة الفتنة المصرية وإرادة الله سبحانه وتعالى وقواتنا المسلحة وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لا، دي مصر، وقال احنا هنضحي بأنفسنا. وكان أول من يضحي بنفسه هو كان رئيس عبد الفتاح السيسي، عشان ثورة 30/6 هي عنوانها هي ثورة شعبية حماها الجيش، وده أول سلوجان طلع للعالم كله الحقيقي. احنا كنا بنواجه تطلعات عالمية وكتب كتبت، انت شفت هيلاري كتبت ايه وشفت الغرب كتب ايه، كان كل حاجة مستتفة، وكانوا يريدون ان تكون سيناء مهبط الاديان اللي هي ملاذ الارهاب والارهابيين وتدريبهم اللي بيروح هناك في الصحراء في سيناء وتحت كهوف عشان يبقوا قريبين قوي من اوروبا ويبقوا قريبين من البلاد العربية عشان هدم الدول الموجودة. الحقيقة احنا فطلنا ده بدري، ودينا ندي رسالة للعالم زي ما تفضلت انها حرب. مصر قومت الارهاب نيابة عن العالم كله، وكان النهاردة قواتنا المسلحة الحقيقة احنا فقدنا شهدائنا اللي هم دمنا واهالينا. كنت تلاقي في كل شارع بتلاقي في حد، وفي كل قرية في حد شهيد،
وكان ابوه وامه ومراته واولاده يروح احنا سعداء ان اولادنا ماتوا شهداء فداء للوطن. هنا كانت الوطنية وهنا كانت اسمى صورة تشوفها للمواطنة الحقيقية لمصر. Yes, you can answer.